السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أشرح لك طريقة تجاوز نمط نسيان نمط الهاتف أو قفل الهاتف، سواء بكلمة مرور أو بنقش بهذا الشكل أو ببين كود بين 4 أرقام أو 5 أرقام بالبصمة بأي شيء، يعني هاتف قمت بقفله ونسيت هذا الكود الذي قمت بوضعه للهاتف. طبعا لا يمكنك حل هذا الهاتف إلا بهذه الطريقة. هنا صديقي العزيز سوف أنبهك في الأمرين، ما يعني سوف تقوم بفرمتة الهاتف الخاص بك وسوف تفقد جميع بياناتك. طبعا هذه الطريقة تنفع مع هواتف الريدمي كلها تقريبا وكل العاملة بنظام أندرويد 10. في الحقيقة لم أجرب على نظام الأندرويد الأخير 11، لكن ممكن تجربة الطريقة على النظام الأندرويد الأخير، و إذا نفعت طبعا سوف تنفع. المهم أنتم هذه الطريقة هي فعالة مع هذا النوع من الهواتف، هاتف ريدمي A9، ويمكنكم استخدام نفس الطريقة مع هاتفكم إذا وقع لكم هذا المشكل. تابع معي. عند نسيان القفل للهاتف سوف تقوم بنقش بهذا الشكل عدة مرات، يعني هي طبعا سوف تكون خاطئة بهذا الشكل. هنا يقول لك انتظر يعني 30 ثانية تقريبا وإعادة نفس الطريقة، طبعا لا تنفع معك. سوف تضغط على نسيت قفل الهاتف، سيظهر لك بهذا الشكل المعلومات لإعادة تعيين قفل جديد بهذا الشكل. يقول لك سوف تذهب إلى هذه الأزرار، يعني زر خفض، زر الطاقة مع زر رفع الصوت بهذا الشكل، وتضغط عليهم ضغطة مطولة حتى يعمل ريزيت أو إعادة ضبط المصنع للهاتف الخاص بك. لكن صديقي العزيز ما سوف تواجهه هو أنك وضعت حساب جيميل، أكيد وضعت حساب جيميل، أو أي هاتف يطلب منك حساب جيميل أو حساب جوجل بشكل عام للدخول إلى تطبيقات البلاي ستور، إلى اليوتيوب، إلى العديد من الأشياء. يعني هاتف بدون حساب جوجل فهو ليس هاتف طبعا. لذلك سوف أنت قمت بوضع جيميل، وأكيد طالما نسيت كلمة السر أو النمط الذي قمت به الهاتف الذي عملت للهاتف، فأكيد أنت أيضا نسيت الإيميل، فأكيد أنت نسيت ذلك الجيميل أو الحساب جوجل الذي وضعته على الهاتف. عندما تقوم بعمل فورمات كما سوف نشاهد بهذا الشكل، سوف نقوم بإغلاق الهاتف بنفس الخطوات كما تشاهدون. الآن قمنا بإغلاق الهاتف، سوف نقوم بنفس عمل نفس العملية، نضغط على زر الباور ضغطة مطولة مع زر رفع الصوت. عندما يظهر لك على هذا الشكل قم بالضغط على هذا الخيار الأوسط هنا، ثم هذا الخيار، ثم ويب داتا، وثم كونفيرم بهذا الشكل. هنا سوف تفقد جميع البيانات وكل شيء، روبوت سيستم روبوت. طبعا عليك الانتظار مدة 3 دقائق أو 4 دقائق في هذا الشعار هكذا حتى يتم عمل فورمات لداخل الهاتف ويظهر لك على هذا الشكل. من هنا تبدأ المشكلة طبعا، والمشكلة التي سوف تواجهك هي كالتالي. طبعا عندما تضغط على هذا الشكل اختيار اللغة، على سبيل المثال سنختار اللغة العربية حتى نفهم جميعا، اللغة العربية، ثم نختار الدولة، توافق على السياسة والشروط، هذه الأمور كلها اعتيادية. من هنا عندما نضغط على التخطي على سبيل المثال، إذا لاحظت معي في الأعلى يظهر قفل يعني للشاشة. كل هذه الخطوات هي الآن في طور اختبار، مازال سيواجهك المشكلة. يعني عندي حاليا هنا أنت تسير بشكل عادي جدا وبأمور سلسة، قد تقول في نفسك لا يوجد مشكل، لكن لاحظ معي أرجع إلى نفس الخطوة، رجعني يعني الهاتف إلى البحث عن تسجيل الدخول. لم يتم تسجيل الدخول لاستخدام الهاتف، يجب أولا تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل التابع لأحد المالكين، مع الحرص على أن يكون الحساب هو نفسه المستخدم على هذا الجهاز أو على هذا الهاتف عندما أعيد ضبطه مرة أخرى. ولأنك لم تنفذ ذلك من قبل عليك إعداد الهاتف مرة أخرى. إذا ضغطت على إعداد طبعا فسترجع إلى نفس الخطوة وتوصل تلك الخطوة وتعيد لنفس الخطوة، يعني لن تتجاوز هذا المشكل صدقني. بدون هذا الحل الذي سأقدم لك فلن تتجاوز هذا الحل، هذا المشكل عفوا. لتجاوز هذا المشكل عليك بالرجوع إلى مكان الشبكة، يعني عند اختيارك لشبكة الواي فاي تقوم بهذه الخطوات كاملة يعني بشكل عادي جدا، توافق على شروط الاستخدام وكل هذه الأمور الذي يطلب منك. من هنا سوف أولا تقوم
إدخال كلمة المرور أو الباسورد الخاص بشبكة الواي فاي التي لديك. بعد ذلك سوف تتابع معي الفيديو. طبعا عند إدخالك لكلمة السر أو كلمة المرور بهذا الشكل، يعني يظهر لك متصل بشبكة الواي فاي. لتجاوز المشكلة التي حصلنا فيها هي الضغط على إضافة شبكة بهذا الشكل. في أسفل الشبكة التي اتصلت بها توجد خيار إضافة شبكة بهذا الشكل، تضغط عليه، وفي مكان هذا الـ SSID تضغط على هذا بهذا الشكل، كأنك تضيف اسم لشبكة مخفية أو شيء من هذا. تقوم بوضع التالي: قم بوضع أي موقع www مثلا، وعلى سبيل المثال سوف أقوم بوضع اليوتيوب .com بهذا الشكل، ونضغط على كأني سوف أعمل له نسخ على هذا الشكل حددته، وسوف تظهر لي هذا الخيار بهذا الشكل، يعني خيار الرابط، أضغط عليه. وكما تشاهد قام بتحويلي إلى تطبيق اليوتيوب، لا يهم هذا الأمر. كل ما علي سوف أضغط على هذا الخيار هنا مكان الحساب، ثم سوف أضغط على إعدادات، ثم أضغط على حول هذا التطبيق أو حول هذا البرنامج طبعا، ثم سياسة الخصوصية لجوجل بهذا الشكل. هنا سوف يحولني مباشرة إلى التطبيق أو البرنامج الخاص بجوجل كروم. جوجل كروم بهذا الشكل سوف أضغط على فتحه، وهنا أضغط على لا شكرا، وهذا ما يهم في الأمر. كل ما علي فقط هو الآن كتابة جوجل بهذا الشكل. عندما يحولني إلى مكان البحث في جوجل، سوف نبحث عن هذا الموقع vnroam.net بيباس، وندخل إلى أول موقع. طبعا الأول هو في الأعلى، نضغط عليه. عندما يظهر لنا بهذا الشكل سنذهب إلى هذا الخيار الثالث، وهو خيار سيتينج أب، أوبن سيتينج أب، أوبن سيتينج أب، أو فتح إعداد التطبيقات بهذا الشكل. سوف نضغط عليها، سوف يحولنا مباشرة إلى مكان البرمجة أو مكان الإعدادات للهاتف. سوف نذهب إلى خيار كلمة المرور والحماية بهذا الشكل، ثم نختار كلمة المرور، ثم نختار نقش. لا تنسى كلمة المرور يجب عليك تذكرها. طبعا هنا سوف نقوم بعمل نمط جديد، يعني نقوم بحفظه على سبيل المثال بهذا الشكل، ثم نقوم مجددا بهذا الشكل، ونضغط على تأكيد. الآن تم حل المشكل نهائيا وتجاوز نقفل الهاتف كما سوف نشاهد إن شاء الله. سنعيد إلى الواجهة الرئيسية للهاتف بهذا الشكل، نخرج يعني من هذا المكان، ونجد أن المشكل إن شاء الله تم حله. هذا الأمر هكذا سيستغرق بعض الوقت كما هو مكتوب. طبعا يعتمد على سرعة الإنترنت، لأنه يبحث عن تطبيقات محدثة أو عن برامج أو تحديث البرامج. عندما يظهر لك هذا الخيار اضغط على عدم النسخ، وهنا يطلب منك إدخال الرمز النقش الذي قمت بإدخاله. طبعا هنا يطلب منك إدخال بريد إلكتروني، نسيت كلمة، ولكن هذا الأمر قمت بحل مشكلته. أنا ستضغط على تخطي، وكما تشاهد في الأسفل موجودة كلمة تخطي، ستضغط عليها بهذا الشكل، وتقوم أيضا بالضغط على تخطي بهذا الشكل. طبعا عند الضغط عليها سيحولك إلى هذا القسم هنا، سوف تذهب إلى آخر شيء، تقوم بالضغط على قبول سياسة جوجل طبعا، ثم تقوم، سيقول لك سيتم تحديد هذه التطبيقات، سيتم إضافتها، تقول حسنا لا مشكلة، جرى إضافة اللمسات النهائية، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت. طبعا عند وصولك لهذه المرحلة سوف تضغط على تخطي هذا، يطلب منك هنا إنشاء حساب شاومي، تضغط على تخطي طبعا، وجاري الحصول على معلومات حماية الجهاز. سوف يتم الدخول مباشرة، لا يمكن الوصول للشبكة، دير تخطي كذلك. طبعا سوف تضغط على هذا الخيار بهذا الشكل، هنا ستظهر لك هذه الواجهة، تضغط على هذا الخيار أيضا، واكتمال الجهاز. هنا في هذه الخطوة إذا تذكرتم في الأول أرجع بنا إلى نفس الوراء، لكن الآن تم الدخول إلى واجهة الهاتف بشكل عادي جدا، الهاتف كأنه جديد. طبعا قمت بفقدان كل الصور وكل الرسائل وكل شيء، يعني هاتف أرجع جديد.
يمكنك تثبيت تطبيقك من جديد وإعادة تعيين قفل لهاتف جديد وإدخال حساب جيميل جديد. إذا هنا أصدقائي لا تنسوا أن تدعمونا بزر لايك واشتراك في القناة إذا كانت أول مرة تشاهدون هذا الفيديو من قناتي. إذا استفدتم طبعا شاركوا الفيديو مع أصدقائكم ليستفيد الجميع. إلى اللقاء في فيديو قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.